شاهد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلتقي اليوم توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز. المباراة اليوم الأحد 15 أغسطس 2021 الساعة 6:30 بتوقيت السعودية، الساعة 5:30 بتوقيت مصر والسودان وليبيا، الساعة 4:30 بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب. المباراة تعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي. أما عن القنوات الناقلة، قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بريميوم وبعض القنوات الأجنبية أمامكم على الشاشة. المباراة في الأسبوع الأول من البريمير ليج على استاد توتنهام هوتسبير، الحكم أنتوني تايلور، وإن شاء الله نتمنى ونتوقع مشاركة نجمنا الجزائري رياض محرز يتألق بإذن الله في أول مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز. ياريت تتوقعوا نتيجة المباراة في التعليقات وتعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.